الحديث عن الحسين حديثان، حديث عن أن الحسين باب لرحمة الله ومدخل إلى كسب رضاه وطريق إلى جنته، وحديث عن منهج الحسين وخطة الحسين وطريقة الحسين وأخلاق الحسين، يتعلم الناس من ذلك في دنياهم لتحقيق العدالة والخلاص من الجبت والطاغوت وما يعبد من دون الله. والحديثان متداخلان مترابطان لا ينفكان ولا يختلفان. الحسين دنيا الناس وآخرة الناس.